جاهزين حق أحلى مطبق زبادي ملكي؟ مطبق زبادي بحشو الربيان، الطعم لذيذ لا يوصف والطريقة وايد سهلة. هذه مقاديري راح أذكرها لكم أثناء الطبخ علشان ما أطول عليكم السالفة. يلا خلكم معي. أول شيء نتبل السمك، راح أتبله ببهار سمك. أنا عندي بهار سمك جاهز، إذا ما عندكم بهار سمك تقدرون تحطون كزبرة، كمون، كركم، فلفل أسود، شوية لومي أسود، دارسين. أوكي، أنا عندي بهار كامل بس بضيف له شوية كركم. أتبل السمكة عدل من داخل ومن برا. طبعا ما راح نغلفها بطحين، حق المطبق ما نحتاج نغلفها بطحين، نقليها على طول. أوكي، حط شوية كركم، طبعا أبهرها عدل من الصوبين. اوكي، ومن داخل بعد، ولا تنسون الملح. بنفس الجدر اللي بسوي فيه المطبق اقلي السمك، اوكي، لان نبي النكهه، نبي الزيت اللي قلينا فيه السمك. اول شيء بحط زيت ذره، اوكي، كميه راهيه. من يحتر عندي الدهن انزل السمك. بسم الله. معلومه مهمه، السمك علشان لا يتفتت معاكم لا تقلبونه كل شوي، تأكدوا انه من تحت خلاص تقله بعدين قلبوه، اوكي؟ لان السمكه كل شوي تقلبينها بس تتفتت يخترب شكلها. نشيك الحين على السمك، بسم الله، نرفع شوي شوي نشوفها تحمرت من تحت نقلبها، للحين يبي لها شويه. الله يا ريحه الزبيبي، الله، لا وحالات الريحه انها الحزه، عرفتوا؟ يلا الحين نقلب السمكه، بسم الله، خلاص تحمرت من تحت نقلبها. بس الزبادي عندي استوى، اشيله الحين من الدهن. نشيله طبعا، تقدرون تردونه بعدين ببطن العيش او تحطونه فقط فوق العيش، كيفكم. انا مرات اخليه بطن العيش، مرات احطه فوق العيش واحطه وقت التقديم، مرات ما احطه، يعني ما اقلي كل الكميه، اقلي قبل التقديم عشان تظل السمكه كذي مقرمشه. بنفس الدهن هذا بنسوي طبختنا على طول. راح نحط بصل كميه راهيه، الزيت هذا فيه طعم السمك فنحتاجه، هو اللي راح يعطينا طعم لذيذ حق المطبق. البصلة عندي انقلت شوية، الحين أبدي أحط أول شيء فلفل حار ولومي أسود، وأحط البهارات، نفس البهارات اللي تبلت فيها سمك، أحط شوية كركم وشوية من بهار السمك، واحط لومي بودر اللي هو نفس اللومي هذا بس مطحون، يخلي العيش كذي طعمه حامض لذيذ. وشي مهم، دارسين، قرفة نص قفشة، نحمس. من تطلع ريحة البهارات على طول شو نسوي؟ قبل لا تحترق البهارات نحط راس ثوم مبشور ونحمس. يا الله، لو تشمون ريحة الحمسة، لو تشمون اللي قاعدة اشمها أنا الحين، الريحة تينن تينن تينن. بنزل معجون طماط واحد،
طبعا ادري في وايد ناس ما يحطون بالمطبق معجون طماط، احنا هذه طريقه بيتنا، نحط طماط ومعجون طماط يطلع وايد لذيذ. في ناس يسوون المطبق عيش ابيض، كل واحد وطريقته. احمس المعجون بعدين اضيف الطماط المبشور، طماطتين باشرينهم بدون قشر. واضحه اللذه ولا مو واضحه؟ اعتقد واضحه. يلا نزل الطماطه الحين. اللي جربه ومطبق الزبيدي على طريقتي يدرون ان ألذ طريقة بالحياة. جربوا وحكموا. الحين بنزل الربيان، طبعا الربيان بخلي شوية ببطن العيش وبشيل شوية للتزيين. اوكي، ربيان منظف، ننزله كذي بالحمسة ونخليه يطبخ بو 10 دقائق، ونشيل نص الكمية حق التزيين ونص نخليه بطن العيش. نقلب الربيان، نتركه 10 دقائق بالضبط ويكون جاهز. قبل لا نتركه نضيف الخضرة. الخضرة شنو؟ شبلت شدة كاملة كبيرة، وكزبرة نفس الشيء شدة كاملة. انظروا إلى جمال المنظر. نحمس الحين ونغطي جدرنا عشان يستوي الربيان. إذا تبون مطبق زبيدي عادي بدون أضيفوا الربيان، بس أنا اليوم حبيت أدلع، حبيت أسويه ملكي، طبق زبيدي بالربيان عشان اللي مشتهي زبيدي ومشتهي ربيان يأكل هالطبق. بس نغطي الجدر وننطر الربيان يستوي. يلا نشيك على الربيان. بسم الله، يا سلام يا سلام، يفتح النفس. ودكم تاكلونه كذي بدون عيش على خبزة، خبزة خباز، ويا سلام. بحط رشة ملح وبشيل نص الحشو بالضبط، اوكي، وبخلي نص حق العيش. تحطون كمية ملح كبيرة لان الحشو راح يصير مالح. حطيت شوية ملح، الحين راح نرد نحط ملح مرة ثانية حق العيش. نشيل عاد جزء من الربيان للتزيين، نحطه على وجه العيش، وجزء نخليه ببطن العيش. بس كذي كافي. نشيل فلفلة بعد كذي حلوة نزين فيها. وعلى طول ننزل العيش على الحشو هذا اللذيذ اللي سويته، أو على الحمسة اللذيذة اللي سويتها. يلا ننزل العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. عيش بسمتي مغسول ومنقوع. ونصب عليه الماء الحار. الحين نملح، اوكي؟ من قبل شوي حطيت شوية ملح بس عشان الربيان. الحين احط الملح المطلوب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نصب الماي عادي نفس ما نطبخ العيش العادي، ارتفاع 1 سنتي فوق العيش. تبون لين زيدوا الماي شوية، بس اخليه يطبخ الحين على نار عالية لين ينشف الماي. بعدين راح انزل فوقه الزبيدي، وانزل الحشو اللي سويته، حشو الربيان، واخليه على نار هادية تقريبا كذي ب20 دقيقة ويكون جاهز. الصوت يطرب والمنظر يطرب. على نار عالية لين ينشف مايه، بعدين نقصر على النار ونحط الزبيدي والربيان. العيش نشف مايه، الحين ننزل حشو الربيان اللي سويته. اوكي، بسم الله. الزبيديات اللي قليتهم واغطي جدري واترك العيش على نار هادية 20 دقيقة.
20 دقيقة ونرجع لكم ننشب مع بعض. يلا جاهزين حق أحلى لقطة باليوم؟ نشيك على مطبق الزبادي الملكي. الله 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 الله، ملكي ولا مو ملكي يا جماعة الخير؟ يما الريحة تينن. أول شيء نشيل الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشيل الحشو، حشو الربيان، بعدين ننشب. شوفوا جمال العيش، ها واضح جماله مع انه كلش 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 ما قلبته. خلكم وايد رقيقين مع السمك، عاملوا السمك بقمة الرقة عشان لا يتفتت. نشيل حشو الربيان. احنا طبعا لازم مع السمك، مع مطبق الزبادي بالذات، كشمش. ادري وايد ناس ما ياكلون كشمش مع السمك، احنا بيتنا لازم شيء اساسي. نشيل الفلفله واللومي عشان نزين فيه. تكفون شوفوا جمال العيش، شوفوا تبارك الرحمن، شوفون جماله واضح، ها واضح، اللهم بارك. سوينا دقوس ما صورته لانه خلاص يعني سويته معاكم وايد، والطريقه موجوده بالانستغرام واليوتيوب وبكل مكان. الحين ننشب عيشنا. يلا ننشب. الريحه 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 تينن. شوفوا الربيان اللي ببطن العيش، شوفوا تشوفون هذا كله ببطن العيش. من اقول لكم المطبق مالي احلى مطبق بالحياه، لازم تصدقوني لازم. نحط زبيدياتنا الحين ونحط حشو الربيان. هذه الزبيدية الاولى وهذه الثانيه الثالثه والرابعة، هذا الحشو. الحين بحط رشة كزبرة أو بقدونس، كيفكم كذي تعطيني منظر أحلى، يعني خضار بس يكسر اللون. وشرايح الليمون، غير مكان اللومية بس. لحظة لحظة، لا ننسى لا ننسى أهم شيء الكشمش، مقلينه بزيت نحطه كذي. أقول لكم إحنا ضروري جدا عندنا بالبيت الكشمش مع السمك. وسلامتكم وتعيشون. مطبق زبيدي ملكي بحشو الربيان شيء ما صار. شوفوا 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 الجمال، شوفوا واضحة اللذة. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. وهذا العشاء جاهز، الحين عاد فقرة التذوق. الله بسم الله ننشب. حط من هالعيش اللي شكله يفتح النفس مع الحشو والربيان، وبحط لي زبادية. أبي الزبادية العنونة هذه، هذه كيوت، وليمونة ولومية ودقوس. هذا دقوس الطماط. انا ترى من الناس اللي ياكلون العيش خالي، بس اسوي الدقوس حق اهلي، انا يحبون الدقوس مع الاكل، لا انا عادي يعني احب اكل العيش خالي. يلا بسم الله نجرب. أبي الطعم، أبي الطعم، تسلم إيدي على هاللذة، والله شيء ما صار.
لحظة خلي أعصر لومية. أبي الطعم يا جماعة الخير شيء خطير. حط ربيانة شوية من الزبادي. جماعة خلي أقول لكم شهادة حق بحق أوشنز برايد. شوفوا أنا ما أكل، إحنا بيتنا عموما ما ناكل زبادي مثلج ولا ناكل ربيان مثلج، إذا مو فرش ما ناكله والله قسما بالله. طعم كنا فرش بنات ينن الطعم. وترى منتجاتهم موجودة بالتموين وموجودة في عدة أماكن بكتبها لكم الحين. خيال الربيان ما في نتفة زفرة، والزبادية كنا فرش خيال والله. الطعم كنا مسوية مطبق زبادي على سمك فرش، ما كنا شيء مثلج. لذيذ شيء مو عادي يا جماعة. كافي قاعدين تاكلون شيء خالي من المضادات الحيوية وخالي من الهرمونات، والطعم على ضمانتي كنا فرش. لا، اللذة مو عادية، وايد قوي. السمك والربيان منهم. بحط لكم الحين أماكن توفر منتجاتهم، وبحط لكم أيضا انستغرامهم. ضيفوهم نصيحة وطلبوا منهم أو أخذوا منهم، تقدرون تأخذوا من التموين أو من الأماكن اللي بحطها لكم الحين. شيء فظيع. أحس بعد أصحاب المشاريع والمطاعم وايد راح يفيدكم هالمكان.